أريد أن أوجه الأمة الإسلامية كلمة تجتاز بها محنة التي نعيش فيها، فإني أرى أن الأمة الإسلامية الآن هي التي جرأت خصومنا على إهانتنا، ولو أنها عرفت فينا حمية تقف أمام هذا الزور والبهتان لما اجترأت على ذلك. ده صحيح. وأحب أن أستتيب أمتنا وأستتيب أمة الإسلام في كل الأخطار أن ترجع إلى أحضان ربها إن أرادت أن ينصرها الله، لأن الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأينا جند الإسلام قد انهزم في أي معركة فاعلموا أن شرط الجندية قد اختل. اختل شرط الجندية في أحد ورسول الله بينهم، ومع ذلك نالهم ما نالهم من هزيمة. لم يشفع لهم في تخلف قانون الجندية عندهم أن رسول الله بينهم، ولم يؤذ رسول الله في معركة مثل ما أذي في أحد. فلو أنهم انتصروا كما نحب لهان أمر رسول الله عليهم، ولكنهم أدبوا لأن الله لا يمكن أن يخذلنا ونحن معه، وإن جندنا لهم الغالبون. فأنا أريد من أمة الإسلام أن تعيد تاريخها، تاريخها الماضي، وأريد منها أن تكون عندها رجولة إيمانية فتقول يا رب إننا جانبناك في الماضي والآن نعاهدك أن نستقبل الإسلام كما تحب أن يستقبل به، وأن تكون الكلمة الإسلام هي العليا في كل أمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا رشدنا لنعود إلى أحضان الله لنسود به الدنيا كما ساد أولنا. هذه الدنيا في نصف قرن يفتحون نصف العالم ويقفون أمام حضارتين عظميين في وقت واحد، فارس في الشرق والرومان في الغرب. الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رشدنا، الله سبحانه وتعالى يجعلنا قادرين على أن نعلن توبتنا توبة نصوحة، وإننا إن شاء الله حين تصح عزيمتنا على هذه سينصرنا الله. لا تقولوا لا كيف نعد، الله لم يقل أعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، قال أعدوا لهم ما استطعتم ثم اتركوا الباقي علينا أن يعذبهم الله بأيديكم. ولذلك أدلنا الله على عدة قوية، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ما ألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب أصبحت أسلحتهم لنا. أسأل الله أن نثوب وأن نتوب وأن نحيي هذه الذكرى بالتوبة النصوح برجولة إيمان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هكذا يطلب منا الحق سبحانه وتعالى، يطلب منا الحق أن نتضرع إليه عند الشدة. فاللهم تضرعا يغفر لنا تهاوننا في الماضي لنستألف علاقتنا بربنا ونصبح أمة مسلمة بحق حتى نستطيع أن ننتصر على الدنيا كلها بحق. والله ولي التوفيق. Thank you.